هم. نوما هنيئا يا أصدقائي. ها؟ ماذا يحدث هنا؟ ها؟ الآن فهمت، لكل واحد منكما طريقته الخاصة في الخلود إلى النوم. أنت يا بلبل تحب أن تغفو والضوء مضاء لأنه يجعلك تشعر بالأمان في الظلام، وأنت يا ريشة تحتاجين أن تطفئ الضوء لأنك تفضلين النوم من دون وجود الضوء. من الطبيعي أن يكون لكل واحد منكما شعور مختلف في مثل هذا الموقف. نحن لا نشعر أو نفكر بالطريقة نفسها دائماً، وهذا الأمر طبيعي. فلنرى كيف يمكننا أن نفسح المجال لشعوريكما أنتما الاثنين لتتمكنا من النوم بسلام. هل تريدون أن تسمعوا قصة ما قبل النوم؟ استطاع جادو وبسمة الوصول إلى حل يرضي الطرفين للقيام بالأشياء التي يحبانها. ها؟ ها؟ فكرة جيدة. ممتاز يا ريشة ويا بلبل، أنا فخور بكما. لقد قمتما بأخذ مشاعر بعضكما بعضا بعين الاعتبار، وأتحتما المجال لشعوريكما أنتما الاثنين، والآن تصبحون على خير يا أصدقائي.